السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالبداية لازم نفهم المبدأ من لغات البرمجة. طبعا يجب فهم المبدأ من لغات البرمجة مهما كان نوع الحل اللي انت تبحث عنها لحل مشكلة معينة. يجب ان يكون عندك خطة ويجب ان يكون عندك شيء في عقلك قبل البدء بكتابة الكود. اكيد هناك اسباب في قضاء وقتك في كتابة الكود، إذن يجب أخذ النقاط التالية بنظر الاعتبار. اسأل نفسك شو اللي تريده أنت أنه يعمل هذا البرنامج. بعض الأحيان نكتب البرامج لأنك أنت تحب تكتب بهاي اللغة، بعض الأحيان بتكتب برنامج لأنه شخص آخر طلب منك أنه تكتب هذا البرنامج. لازم نتأكد ما هو الغرض والهدف من هذا البرنامج، واللغة اللي تختارها هي الأرجح لعمل هذا المشروع. الشيء الثاني انه يجب ان يكون عندك خطة، شو اللي لازم تعمله اولا وشو هو المرحلة الثانية وهكذا. كتابة الكود هي مو عبارة انه انت تلعب على البيانو، لا، هي ليست مجرد انه انت تقعد وتكتب كودات بساعات وايام، تكتب كيز، تكتب كثير من المتغيرات. لازم يكون عندك خطة ويجب أن يكون عندك فكرة مضمونة تعتبر قلب هذه الخطة. أكيد إحنا راح نشرح مجموعة من الطرق كيف نضع خطة ولكتابة الكود والخوارزميات اللي نحتاجها والفلوتشارت وبقية الأفكار والأدوات اللي حنستخدمها في البرمجة. لذلك يجب أن تعرف شو اللي تريد تعمله قبل البدء بعملها. بعد معرفتك شو هو البرنامج اللي انت تريد تصنعه، حتنصب الاي دي اللي انت تحبه. انا بالنسبه لي حستخدم اكليبس. بعد ذلك تحتاج الى الكومبايل. الكومبايلر هو قلب الاي دي اي، لان الاي دي اي عباره عن مجموعه عناصر. مبدئيا عمل الكومبايلر بياخذ الكود اللي انت قمت بكتابتها اللي هي عباره عن مجموعه تكست، اوكي، يحلل هذا الكود ويتأكد منه أنه يتبع قواعد وقوانين التابعة للغة سي. بعد ذلك راح يحولها إلى الباينري كود حتى يفهمها الكمبيوتر. والجميل والعظيم في السي أنه يمكن أن تكتب الكود في أي محرر وتأخذها على أي جهاز يحتوي على الكومبايلر التابع للسي، والكود راح يتنفذ. وهذا طبعا اللي يحقق لك المسمى البورتابلتي، اوكي، اللي تم تحسينها طبعا في السي 11. بعد تنفيذها راح يخبرك الكومبايل انه انت عملتها بدون مشاكل او بمشاكل. وحتى ان عملت التطبيق هذا ونفذتها بدون مشاكل لا يعني انك انت ما يفرض منك انه تتابع الاكواد مالتك. خلي في بالك انك يجب مراجعة الاكواد دائما، لان هي اساس في حياة المبرمج. وبالحقيقة أنه صح بياخذ من عندك وقت في تحليل مشاكل وأخطاء برمجية، لكن كل هذا من أجل بناء تطوير وتطوير تطبيقك المستقبلي. بعد كل هذا لازم تعمل مراجعة أيضا وإلقاء نظرة مرة أخرى، وأبد لا تجعل من نفسك راضي دائما عن صناعتك لبرنامجك، ودائما لا تجزم أنه هذا البرنامج هي النسخة النهائية لك، لأنك راح تكتشف من جراء كثير من متابعة حتكتشف أنه بتحتاج للتحديثات مهمة في تطبيقك. وممكن تأخذ بنظر الاعتبار التطبيقات المشهورة، أوكي، لأعظم المبرمجين تلاحظهم مثلا مايكروسوفت، عندك أوفيس، أوكي، شقد عظيمة هي وشقد فيها فيشرات كارثية وشقد مبرمجين خبراء موجودة عندها مايكروسوفت في تصميم هذا التطبيق الرائع. لكن بتلاحظ أنه كل سنة بتصدر شيء جديد وتعمل أبديت جديد، والويندوز كذلك واللينكس كذلك. فما في برنامج عملاق بيظهر لك نسخة واحدة وانتهى، لا، دائما يعملون عليها أبديت، يضيفون فيشرات، يطورون فيها، يحلون مشاكل فيها، يضيفون أشياء ما كانت موجودة. لذلك أعظم المبرمجين، حتى أعظم المبرمجين يقضون وقتهم في حل مشاكل أو عمل شيء أفضل، وهذا اللي مفروض أنت تفعله. طبعا في البداية احنا حنشرح عن لغة السي، بعد ذلك ننتقل للسي بلس بلس. مثل ما ذكرنا حتى تتقوى بالسي بلس بلس لازم يكون عندك خبرة في السي. لهنا نوقف ونكمل الدرس القادم. مع السلامة.